زي ما حضراتكم عارفين النهارده كان الدكتور مصطفى مدبولي موجود في محافظة الإسكندرية، ويعني كان في عنده جولة وكان له عدد من التصريحات، ومش هقول لك بعض هذه التصريحات هامة، هي كل التصريحات هامة، ولكن هناك بعض من هذه التصريحات بتهم جدا بشكل مباشر حياتنا اليومية، منها رغيف العيش ومنها مسألة تخفيف الأحمال بتاعة الكهرباء. ورئيس الوزراء اتكلم عن انه دعم او الدعم زاد في الموازنه الجديده تقريبا بنسبه 20% عن العام المالي السابق. من ناحيه تانيه يعني الدعم بتاع الموازنه او الدعم في الموازنه زاد 20%، الا انه الدوله مش عايزه تحمل للمواطن اي عبء اضافي. طيب الدولة بتدعم رغيف الخبز بقد ايه؟ بأكتر من 100 مليار جنيه مصري. مهم جدا ان احنا نشوف يا ترى هل ترى الدولة هتتعامل مع هذا الملف ازاي؟ ملف هذا الدعم المتزايد، وخلينا نقول ان هو ملف ثقيل، وفي نفس الوقت الدولة ابدا لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه المواطنين. من جهة أخرى رئيس الوزراء كزي ما كنت بقول لكم كان عنده جولته التفقدية في عدد من المحافظات، وكان من مهم جدا جولته اللي كانت في اسكندرية، راح لمشروعات زراعية، مشروعات صناعية، مشروعات تكنولوجية، ده كان ما بين البحيرة واسكندرية زي ما أكيد حضراتكم تابعتوا. خلوني أخد معانا على تليفون سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. أهلا بك سيادة المستشار. اهلا بيك يا فندم. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تمام يا فندم الحمد لله. جوله دوله رئيس الوزراء النهارده كانت المستهدف منها ايه بخلاف التفقد والمتابعه؟ الجوله يعني بتاتي في اطار حرص على متابعه النشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسيه في الاقتصاد، وعلى راسها قطاعات الزراعه والصناعه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الغرض هو متابعة معدلات التنفيذ المشروعات المختلفة وما وصلت إليه الدولة من حجم إنتاج وقدرتها على التوسع. يعني دائما ما يسعى السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارات الميدانية على مناقشة أي طلبات للتوسع من قبل المشروعات وأصحاب الشركات، والعمل على توفير الدعم لهذا الأمر سواء من خلال توفير الأراضي أو معالجة أي صعوبات قد تواجههم للتوسع. عظيم جدا. في تصريحين هامين جدا ودول اللي شغلوا الناس جدا في تصريحات دولة رئيس الوزراء النهاردة، هو تصريح المتعلق بدعم رغيف العيش والتصريح المتعلق بتخفيف الأحمال الكهربائية. وهنا يجي السؤال يعني بتاع الناس بتتساءل اتجاه الدولة تجاه الملفين إيه؟ اتجاه الحكومة ايه؟ مبدئيا بالنسبة لرغيف الخبز المدعم، يعني السيد رئيس مجلس الوزراء حرص اليوم في الحقيقة بصفة عامة على التحدث عن حجم ما تتحمله الدولة من أعباء وما سعت خلال السنوات الماضية لتحمله ودفعه من تكاليف حرصا على عدم الإثقال على كاهل المواطنين. السيد رئيس مجلس الوزراء تناول أكثر من قطاع أساسي في هذا الشأن وعلى رأسها رغيف الخبز. رغيف الخبز إحنا مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويا. المواطن بيشتري الرغيف بخمس قروش، بينما التكلفة الحقيقية ممكن تكون حوالي جنيه وربع. وبالتالي الدولة عندما تبيع رغيف الخبز بخمس قروش معنى كده أن الدولة بتحصل على 5 مليارات جنيه فقط من إجمالي التكلفة التي يعني تصل إلى ربما 110 أو 115 مليار جنيه تقريبا كده، دعم بحوالي 120 مليار تقريبا يا فندم. وبالتالي هذه التكلفة أصبحت بتمثل عبء متزايد على الدولة. الدولة تجنبت على مدى سنوات سواء في رغيف الخبز أو خلافه من مختلف أنواع الدعم عدم تحريك الأسعار لعدم الإثقال على كاهل المواطنين، خاصة أنه كان عندنا في السابق سوق موازية للدولار وعبء بيلقيه ارتفاع سعر الدولار،
كان عندنا أيضا مشاكل دولية مرتبطة بالأزمة الأوكرانية وأزمة كورونا وخلافه، وبالتالي الدولة تحملت تلك الأعباء. خلال الوقت الحالي الدولة بتسعى لاستعادة التوازن مرة أخرى في الاقتصاد الوطني من خلال العمل على تحريك الأسعار بصورة متدرجة لا تثقل كاهل المواطن من ناحية، وتمكن الدولة ولو بصورة بسيطة أن تحصل على جزء من التكلفة بما يمكنها من الاستمرار في أداء الخدمة. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال يا فندم، نحن نتحدث على سبيل المثال لو هنتكلم على المنتجات البترولية أو منتجات البترولية، إحنا حتى عام 2021 وبدءا من السنة المالية 2015 و2016 بدأنا خطة متدرجة لرفع الدعم باستثناء الدعم على البوتاجاز والمازوت، ونجحنا بالفعل إنه نشيل أغلب الدعم في هذا القطاع، وكان القطاع بيحقق درجة كبيرة جدا من التوازن. ولكن مع الأزمات الدولية وارتفاع سعر الدولار وما شهدته الدولة والعالم كله من تحديات، اضطرت الدولة أنها تعود لتقديم الدعم مرة أخرى حرصا على عدم ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة تؤثر على المواطنين وتؤثر على معدلات التضخم. وبالتالي العمل على أكد السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية العمل على استعادة التوازن في قطاع البترول مرة أخرى بصورة تدريجية حتى نصل بنهاية 2025 إلى مرة أخرى تحقيق التوازن من خلال رفع تدريجي للدعم، وهذا باستثناء طبعا استمرار الدعم، سيظل الدعم مستمر للسولار بطبيعة الحال نظرا لأهميته في الاقتصاد وتأثيره على أسعار العديد من السلع، مع الاعتماد على أسعار المنتجات البترولية الأخرى في تغطية تكلفة دعم السولار. وبالتالي الدولة هنا بتسعى لرفع الدعم تدريجيا عن بعض السلع الأساسية بما يمكنها من القدرة على استمرار في توفير تلك السلع للمواطنين هل هذا مع الرفع مراعاة التدريجي في البعد الاجتماعي. هل الرفع التدريجي في أسعار الطاقة هيؤدي إلى إنهاء مسألة تخفيف الأحمال؟ مسألة تخفيف الأحمال يا ما هو فندم هي طالما أنا بعمل رفع للأسعار يبقى أنا كمان كمواطن من حقي إنه ما يتقطعش عليا النور طالما هدفع. الحقيقة يا فندم هذا الأمر يعني لو للأسف نحن نضطر إلى استيراد الوقود من الخارج، وبالتالي تحرير الأسعار أو تحريك الدعم سيكون جزء من تلك القضية، وهذا الأمر مرتبط بقطاع الكهرباء بصورة أساسية. قطاع الكهرباء أيضا سيقوم خلال أولا وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بأمرين فيما يتعلق بقطاع الكهرباء أعلنهم اليوم. الأمر الأول هو أننا سنسعى لوضع خطة بحيث ننتهي من تخفيف الأحمال بحلول شهر نوفمبر أو ديسمبر 2024 إن شاء الله. إن شاء الله. وبالتالي ستكون هناك خطة لزيادة موارد قطاع الكهرباء للتخلص من تخفيف الأحمال من ناحية، ومن ناحية ثانية حجم ما تتحمله الدولة في فاتورة الكهرباء كبير جدا. يعني شرحه السيد رئيس مجلس الوزراء على سبيل المثال مثال واحد، انه بيتم توفير الغاز الطبيعي لقطاع البترول باقل من تكلفته صحيح. الحقيقيه. نحن نحصل عليه بحوالي 4.25 دولار للوحده، بينما يتم توفيره لقطاع الكهرباء طيب. ب 3 دولار. النقطة النقطة لابد دي من مفهومة. تحريك السعر على مدى 4 سنوات من خلال خطه متدرجه. حلو جدا. هيفضل مسألة دعم الخبز. دعم الخبز يا فندم، يعني أيضا هناك حاجة لوضع خطة لتحريك بسيط، ويعني تحريك بسيط لا يعني يثقل كاهل المواطنين ولكن يوفر جزء ولو بسيط من السعر. تحريك تحرير بسيط ولا هيتعمل شيء أقرب إلى
شيء من الدعم النقدي، يعني جزء يبقى دعم نقدي وجزء آخر يظل دعما عينيا اللي هو دعم على الرغيف بشكل مباشر، الدولة تقوم بهذا الدعم، أما الجزء المتبقي فيبقى في هيئة دعم نقدي يعني، ولا؟ لا أنا هشرح لحضرتك النقطة دي. نقطة الدعم النقدي هي بصفة عامة ليست مرتبطة بالخبز فقط، ولكن أنا وإنما مرتبطة بعدد من الخدمات، لكن أنا هشرحها لحضرتك. لكن فيما يتعلق بالخبز، يعني أولا الدولة بتدعم الخبز بطبيعة الحال كما ذكرت أنه بنبيعه بسعر 5 قروش، وإلى جانب أنه الدولة رفعت سعر توريد القمح ل 2000 جنيه للأرداب. وبالتالي ما نتطلع إليه في قطاع أو في مجال دعم الخبز هو أن يتم تحريك ولو بسيط للأسعار يمكن الدولة من الحصول على جزء من التكلفة، ولكن سيستمر دعم الخبز بطبيعة الحال مراعاة أو يعني مراعاة لعدم الإثقال على كاهل المواطنين في رغيف الخبز تحديدا. وبالتالي التحريك سيكون بسيط في رغيف الخبز في محاولة لتعويض جزء من التكلفة. فيما يتعلق بالنقطة الثانية حضرتك أشرت إليها، موضوع الدعم العيني، الدعم النقدي. الدعم النقدي بالأساس يعني هو فكرة مطروحة من بعض الخبراء. الفكرة باختصار هي أنه مجموعة من الخدمات وليس الخبز فقط من الممكن أن احنا نستعيد فيها عن الدعم السلعي من خلال الدعم النقدي. فعلى سبيل المثال، لو احنا جمعنا الدعم النقد السلعي الذي يقدم للمواطن، وقلنا على سبيل المثال في عدد من السلع بيصل الى الفرد الواحد مثلا 1000 جنيه في الشهر، فبالتالي اسره من 5 افراد سيحصلون على 5000 جنيه في الشهر، وهذا الرقم طبعا سيتم زيادته بصوره سنويه مراعاه لاسعار الطبق. هذه الفكره بتستند على انه المواطن كنوع من ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقين من الطبقات محدودة الدخل أنه يفضل أن الدعم يكون نقدي، بحيث أن المواطن يحصل عليه ويكون بيغطي عدد من الخدمات مع زيادته سنويا طبقا للطبقات. بس ده سيادة المستشار وحضرتك يعني فعلا سيد العارفين، يعني هذا الأمر يجب بحثه بمنتهى الدقة مع البنك المركزي حتى لا يتحول الدعم النقدي إلى سبب من مسببات زيادة معدلات التضخم، يعني زيادة وجود نقد في الأسواق يساوي على طول ارتفاع في معدل التضخم. ده أكيد يا فندم، عشان كده ده السبب اللي خلى السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم يعلن بكل صراحة إنه هذا الأمر أولا يحتاج إلى حوار مجتمعي، وبالتالي نحن في حاجة إلى حوار مجتمعي ما بين كافة مؤسسات الدولة والبنك المركزي وكافة الخبراء، لأولا وضع ضوابط، أولا الاتفاق من حيث المبدأ على أن هذا الأمر هو أفضل، فعلا هو الحل الأمثل لترشيد الدعم وتوجيهه للمستحقين من ناحية، ومن ناحية ثانية إذا كان هذا الأمر هو الأفضل تحقيقه أو تطبيقه فما هي الضوابط وما هي الآليات التي تستخدم لتحقيقه. وبالتالي مراعاة للنقطة اللي حضرتك قلتها على سبيل المثال، هل يتم مثلا تطبيقه بصورة تدريجية مراعاة للتضخم، يعني سيتم مراعاة ومناقشة كافة تلك الضوابط بحيث أنه بنهاية هذا العام 2024 نكون وصلنا إلى رؤية متوافق عليها من حيث مدى إمكانية تطبيق هذا النظام. صحيح. أنا بشكرك جدا سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء.